زيارة رئيس الجمهورية إلى بروكسل القمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، ونبدأ بما صرحت به شارون بورو لمن العام الاتحاد الدولي لنقابات العمال في كلمة مصورة لها تم بثها خلال أمس الأربعاء خلال افتتاح مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل. تقول شارون بورو كما قلت هي الأمينة العامة الاتحاد الدولي لنقابات العمال، تقول إن العالم يعيش واقع الصدمة وهو يتابع مراحل التخلي عن التفاؤل الديمقراطي في تونس بسبب الرئيس قيس سعيد. هل من تعليق سعادة السفير؟ وهو كذلك طبعا معناها باعتبار أنه النقابات الدولية هي تمثل العالم الحر، عالم حقوق العمال الساعد والفكر، والمنظمة هذه منظمة عريقة، وذكرت المؤتمرين خلال المؤتمر اللي يجري حاليا في صفاقس أنه الاتحاد العام تونسي للشغل كان دائما معناها قلعة للنضال والدفاع عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان، وعبرت معناها عن أسفها المآلت إليه الأوضاع باعتبار أنه كانت هناك معناها توجه إيجابي، وكان انتباه إيجابي للربيع العربي وثورة الياسمين حسب معناها المتداول خاصة في الدول الديمقراطية اللي شافت بعد الثورة التونسية هناك توجه حقيقة في الإقليم متاعنا وفي منطقتنا الجغرة السياسية اللي هي مش متعودة على القيم الكونية واللي كانت تعيش طيلة سنوات تحت نظم الاستبداد والقمع والنظم غير الديمقراطية، وبالتالي المسؤولة النقابية حاولت بطبيعة الحال تتضامن مع المناضلين وتعبر عن موقف السيزن النقابات الدولية، وتذكر الاتحاد العام تونسي للشغل بمسؤولياته تجاه معناها دولة القانون والمؤسسات. وسوف نأتي على مسؤوليات الاتحاد، وربما أن ما صرحت به شارون بورو للأسف الشديد لم يجرؤ الاتحاد العام التونسي للشغل على التصريح به منذ سبعة أشهر على تفرد سعيد.